نشرة أخبار الخامسة والنصف وفيها بعض لحظات. وفاة امرأتين وإصابة ثالثة في انفجار لغم بجبل سمامة ودعوة إلى مزيد تأمين المناطق الحدودية. انتشار مرض الإبط بقفصة يطرح تساؤلات حول تكلفة النمط الغذائي للمصابين بهذا المرض. والساحة الإعلامية تفقد نجيب الحمروني واحدة ممن ناضلنا في سبيل حرية الصحافة ودحر الاستبداد. تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم. البداية تكون بالشأن الأمني، حيث توفيت صباح اليوم امرأتان إثر انفجار لغم بسفح جبل سمامة من ولاية القصرين، فيما أصيبت امرأة ثالثة تم نقلها من مكان الحادثة بواسطة مروحية عسكرية إلى المستشفى الجهوي بالقصرين. وقد جد الانفجار أثناء صعود النسوة إلى الجبل قصد جمع الحلفاء والعشب. خيرة وشريفة وافتهم المنية بعمق جبل سمامة إثر انفجار لغم أرضي مضاد للعربات زرع على مستوى مسلك تستغله القوات العسكرية للتوغل بعمق الجبل. الانفجار أسفر أيضا عن إصابة امرأة خضعت لعملية جراحية بالمستشفى الجهوي بالقصرين ووصفت حالتها بالمستقرة، إضافة لنفوق دابتين. النساء خرجوا يخرجوا كل صباح بكري يقتاتوا ينحوا في يحشوا في الكليل باش يعيشوا به صغارهم اللي توفاوا الزوز. خيرة هذه عندها 7 صغار وشريفة عندها 5 صغار، خلت زوز توام رضع. الريون تاع الحفرة تاع اللغم نجم نقولك على ريون مترو، معناته اللغم محطوط في قلب الكياس طريق البيست اللي يجيبوه الجيش يبدو يمشطوا محضرينه، ممكن الهامر ولا محضرين ولا الوسيلة نقل للجيش. أهالي منطقة الوسعية توغلوا بعمق الجبل وتمكنوا من انتشال جثتي الهالكتين، فيما انتشرت الوحدات العسكرية بكل مكان لملاحقة 9 عناصر إرهابية رصدت تحركاتهم على مقربة من موقع الانفجار. لازم حلول معناها كبيره للمناطق هذه باش تخرج من الوضعيه اللي فيها. راهو توا نقولوا عملنا برنامج نتاع موارد رزق، عطينا الاولويه فيما يخص الطرقات، الماء، صالح الشراب، ازاله الاكواخ للمناطق هذه، ولكن هذا ما يكفيش لانه ما يغيرش نمط نتاع الحياه. نمط الحياه يتغير بمشاريع كبيره اللي باش تخلي المواطنين هذوما يمشيوا سواء المصانع كبيره سواء انه يلقوا معناها البدائل. نقولوا لهم قتلتوا نسانا لكن راكم اللي يتمتوهم راهم بحول الله باش يثبتوا في جبل سمامة وباش يقاوموكم إلى آخر رمق. جمع الإكليل من عمق الجبل رغم إعلانه منطقة عسكرية مغلقة بسبب التهديدات الإرهابية يمثل مورد الرزق الوحيد لخيرة وشريفة وغيرهما من متساكني منطقة الوسعية من معتمدي تصبيط في ظل عدم توفر موارد الرزق بالمنطقة. من جهته أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بيانا ندد فيه بهذا الحادث معتبرا إياه اعتداء إرهابيا سافرا يستهدف الفلاحين والفلاحات، داعيا إلى العمل من أجل مزيد تأمين المناطق الحدودية وتوفير وسائل الحماية الضرورية لمتساكني الأرياف. كما جدد الاتحاد مساندته المطلقة والمبدئية للمؤسستين الأمنية والعسكرية في الحرب التي تخوضها بلادنا ضد الإرهاب. التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي اليوم بقصر قرطاج رئيس الحكومة لحبيب الصيد الذي استعرض مع رئيس الدولة الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع الاجتماعي وملف إصلاح الصناديق الاجتماعية. وأضاف بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول أيضا التقدم الحاصل في إنجاز المشاريع الكبرى في الجهات وفي إعداد ميزانية الدولة. كما مثل ملف الصناديق الاجتماعية والصعوبات التي تعيشها هذه الصناديق وسبل تطويرها والنهوض بها محور اجتماع رئيس الحكومة لحبيب الصيد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج بوزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان. وتطرق الاجتماع وفق بلاغ لرئاسة الحكومة إلى موضوع الترفيع في سن التقاعد، حيث شدد رئيس الحكومة في هذا السياق على أهمية الحوار البناء مع الأطراف الاجتماعية لتقريب وجهات النظر وإيجاد صيغ عملية للتفاهم. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة عمل غدا تجمع رئيس الحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لمزيد التباحث حول الملفات الاجتماعية حسب ذات البلاغ.
وفي سياق متصل، نظمت النقابة الجهوية للمتقاعدين بسيدي بوزيد ندوة إقليمية حول أوضاع المتقاعدين، أين أجمع المتدخلون على ضرورة تحيين القوانين الخاصة بهذه الفئة لتتماشى ووضعياتهم الاجتماعية. في محاولة منها لطرح مشاغل منخرطيها والوقوف على أهم الإشكاليات التي يعاني منها المتقاعدون، نظمت النقابة الجهوية للمتقاعدين بولاية سيدي بوزيد ندوة إقليمية بمشاركة ولاية صفاقس القصرين والقيروان. العمل على إلغاء الفصل 43 اللي هو نعتبره مظلمة مسلطة على المتقاعدين، مفاده أنه كل زيادة تحصل للمتقاعد، زيادة على الأداءات وزيادة على النسبة وزيادة كذا، ثم 20.7% هذه سبيسيفيك للمتقاعد، معناها نعتبرها مظلمة كبيرة ياسر. الندوة الإقليمية طالبت أيضا بالترفيع في جراية عدد من المتقاعدين الذين لم تبلغ أجورهم بعد مستوى الأجر الأدنى المضمون، وبتفعيل الترقيات التي تحصل عليها عدد من المنخرطين قبل خروجهم في التقاعد. عندي ناس منخرطة في النقابة تتقاضى في أجر أقل من شهرية المعوزين 120,000 125 130 دينار. تحصلنا على ترقية أخيرة ولكنها لم تفعل في جراية التقاعد، نطالب بتفعيلها. ترى مجموعة ليست معناها بالصغير، هي مجموعة كبيرة جدا على مستوى الجمهورية. ويبدو أن أزمة المتقاعدين قد تتفاقم توازيا مع الأزمة المتوقعة لصناديق الضمان الاجتماعي. يمثل ما يعرف بمرض الإبتن عبئا ثقيلا على المرضى وعائلاتهم، تكاليف مجحفة للحمية ومعاناة متواصلة جعلتهم يلجؤون إلى جمعيات مختصة تعرف بدورها صعوبات مادية تحد من دورها. حمية خاصة تكلف أكثر من 400 دينار شهريا، عبء يثقل كاهل مرضى الإبتن ويعمق من وطأته عدم تكفل الصناديق الاجتماعية بهذه الفئة. هو معناها مرض تقريبا فيزيولوجي، أو خاصة بالنسبة للحمية والرجيم هو اللي يداويه، يلزم أولا يمنع كل خاصة المواد الغذائية اللي هي مشتقة من الحبوب. جمعية السلياك بقفصة والجنوب جمعت عددا من مرضى الإبتن في يوم تضامني تحسيسي. عندنا ما يقارب 300-350 شخص في قفصة، أغلبهم وإذا مش أكثر من الثلث صغار، يعني كنقول أقل من 12 سنة، يعني دواهم الوحيد هي الحمية. الحمية هذه تتطلب برشا فلوس، إذا نقولوا على المقدرة الشرائية متاع المواطن العادي ما يقارب 450 دينار شهريا. نطلب من الشعب والدولة والمسؤولين الكل أنهم يعاونوا جمعية الصليات ما يقدروا، مش مقادرين، مش مواصلين المونة متاعتهم باش يشراها. الإشكالية اللي نعانوا فيها في قفصة أن من الصغار لهنا ما عناش لا كوشة، لا عنا مثلا مواد مثلا المأكولات هذه نتاع الملدي السلياك ما عندناش، احنا المواد الاوليه ما توصلناش. ما يقارب 350 شخصا مصابين بمرضى الإبتن بولايه قفصه، ثلثهم من الاطفال ينتظرون احاطه تكفل لهم الحق في الغذاء. على أثر جلسة العمل التي انعقدت صباح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، بينت رئيسة الاتحاد وداد بوشماوي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجموعة من رؤساء الغرف النقابية الجهوية التابعة للاتحاد الجهوي بتونس، تقرر تعليق الإضراب الذي كان مقررا غدا بولاية تونس. وتم خلال هذا الاجتماع التأكيد على جملة من النقاط وأهمها تبني الاتحاد المركزي لكافة مطالب المهنيين المنتصبين بولاية تونس، الداعية إلى التصدي للتجارة الموازية والمنادية بفتح الشوارع المغلقة بالعاصمة، مع دعوة إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين الاتحاد والحكومة للبحث عن حلول جدية لآفة التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي. أطلع وزير التجارة محسن حسن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج على آخر استعدادات وزارة التجارة لشهر رمضان من تزويد للأسواق والتحكم في الأسعار والمراقبة الاقتصادية. واستعرض حسن وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية الإجراءات المتخذة لتوفير كل المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة خاصة بالأسواق الشعبية، في إطار متابعة زيارة رئيس الجمهورية سوق باب الفلة الأسبوع الفارط.
إلى تطاوين الآن، أين تتضاعف معاناة المواطن في هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة للمياه؟ إشكال قديم متجدد ينتظر الحلول الجذرية. عود على بدء وتجدد لإشكالات أدخلت إرباكا على حياة المواطنين في مختلف معتمديات ولاية تطاوين بتواصل انقطاعات الماء الصالح للشرب لفترات طويلة وتكررها بشكل دائم. ديما خاصة في الصيف ديما قص علينا برشا، ثلاثة أيام بالأربع أيام مقصوص، والكوجينة ما يطلعلهاش، والدوش ما يطلعلهاش، والتواليت ما يطلعلهاش. احنا رانا عادي المرات نتصلوا بالشركة بتاع الاستغلال المياه هذيا ونجوا نقولوا لها رانا الماء كيفاش ما نقص كبير ياسر في الماء. الإشكالية كبيرة جدا، سواء كان بالنسبة للتلامذة أنهم يجوا مسافات طويلة ياسر وما عندهمش ماء، ما عادش يجوا يقروا. التلميذ يجيك بكل صراحة نقول ماهوش مدوش، يجيك إنسان مسخ. علاش؟ لأن الولي نتاعي يجي ما عنديش ولدي باش ندوش. إقليم الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية تطاوين، ولئن يقر بهذه الاضطرابات والانقطاعات في الماء الصالح للشراب على طول العام، فإنه يؤكد قرب الانطلاق في استغلال بئرين جديدين قد يخففان من وطأة هذه الاضطرابات. ثم شوي انقطاعات صحيح، ثم شوي اضطرابات في بعض الأماكن، خاصة الأماكن المرتفعة والأماكن البعيدة شوية من مصدر تمويل اللي هو الخزانات البلدية في تطاوين. احنا إن شاء الله عنا حلول عاجلة، ربما تكون جزئية ولكن عاجلة. الحلول هذه تتمثل في إدخال بئر الخبطة 2 هذايا اللي تقريبا يحضر في الأيامات القليلة القادمة، ربما في ظرف الأسبوع. وعندنا البئر الثانية هي بئر كحيل 9 زادة موجودة، هذه مش تدخل في طور الاستغلال تاعنا في ظرف الأيام القادمة. في ولاية تطاوين والمناطق المجاورة لها صيف قادم بمؤشرات ارتفاع درجات الحرارة وحاجات متزايدة للمياه أكثر بكثير مما يتوفر بالجهة من مخزون. وفي السياق ذاته، أعلن سفير دولة الكويت بتونس علي الظفيري خلال زيارة أداها أمس إلى ولاية مدنين عن عدد من المشاريع الهادفة إلى دعم شبكات توزيع المياه وتطوير سعة محطات التحلية بكل من جربة ومدنين وبنقردان وتطاوين، سينطلق إنجازها مع نهاية السنة الجارية بكلفة جملية تصل إلى 95 مليون دينار. كما أكد السفير الكويتي استعداد بلاده لتمويل مشاريع تنموية أخرى، مشيرا إلى أن بلاده سيكون لها حضور هام في مؤتمر الاستثمار الذي ستنظمه تونس هذه السنة، وأنها ستكون منفتحة على كل المشاريع. تتويج تتحصل عليه محطة جربة غير للتطهير، نموذج لمحطة تصريف للمياه تفوز بعلامة المواصفات العالمية للجودة البيئية بعد انتهاجها سياسة هدفها المحافظة على بيئة سالمة. جملة من الإجراءات والترتيبات والمتابعات الدورية الداخلية وفي تفاعلها مع محيطها وفي إسداء خدمتها خضعت لها محطة أغير للتطهير برغبة ذاتية لبلوغ أعلى درجة الجودة البيئية بحصولها على علامة إيزو 14001. هذا اللي جرنا، اللي يلزمنا دائما نحافظ على نفس الجودة الموجودة حاليا بالمحطة، ذلك على مستوى المياه المعالجة في جودتها، في تحسين جودتها إذا كان أمكن، كذلك التصرف السليم والمستدام في أن كل ما هو فضلات أو نفايات داخل المحطة. محطة أغير للتطهير التحاقها بشكل طوعي في منظومة الجودة انطلق أولا من الداخل من أعوانها وطرق التصرف في منظومتها، ما مثل الأرضية الصلبة لحصولها على هذا التتويج. أول حاجة حسسنا الأعوان للعمال يخدموا في المحطة وهم متابعين إلى أعوان المناولة، حسنا بالسياسة البيئية اللي عنا في المنظومة هذه، وهي مبنية على قوانين مفروضة، هاك القوانين حطيناهم جسمناهم في المحطة ولفرز النفايات المستعملة من طرف الأعوان. أكثر من 15,000 متر مكعب يوميا من المياه يتم معالجتها في هذه المحطة، يصرف الجزء الأكبر منها في البحر والآخر يتجه لاستعمالات فلاحية وذاتية بالمؤسسة.
فقدت الساحة الإعلامية رئيسة السابقة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيب الحمروني بعد صراع طويل مع المرض. وقد تحملت الفقيدة مسؤولية رئاسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولعبت دورا بارزا سواء في مسار إصلاح الإعلام أو في قيادة النقابة في فترة انتقالية حساسة. الصحفية والإعلامية البارزة نجيب الحمروني توفيت بالأمس بعد رحلة مرض أنهكتها، فدفاعها هذه المرة عن الحياة كان مختلفا عن دفاعها عن حرية الصحافة. مرض خبيث قاومته لكنها عجزت وانتصرت في المقابل في نحت صورة امرأة ثارت ضد الدكتاتورية وبشراسة دافعت عن قلمها وهي صحفية بدار الصباح ودافعت عن قضايا المرأة التونسية والعربية. داخلين في قطاع الإعلام باش نكونوا حاضرين ونكونوا احنا في الصدارة. الإعلام كسلطة رابعة، احنا الآن سلطة رابعة ويزينا الكبس وهالمفهوم هذايا. نجيب الحمروني تحملت المسؤولية وكانت نقيبة الصحفيين من 2011 إلى 2015، فترة انتقالية حساسة خاض خلالها الصحفيون إضرابين عامين غير مسبوقين وطنيا وعربيا من أجل صحافة حرة منحازة إلى قضايا الشعب. ولم يمنح المرض يوما من الاستماع إلى مشاكل ومشاغل الصحفيين أو الإصداح بمواقف جريئة دفاعا عن مهنة أحبتها ودفعت عنها وأهدتها أجمل سنوات العمر. وما أعظم الرحلة التي بدأت في مهنة المتاعب في هذا المقر الذي حوصرت فيه ذات يوم، وكم حوصرنا واقتدت منه إلى البوليس السياسي، وكم اقتدنا. نودعك اليوم أختا ورفيقة وزميلة، ونحن نعزي أنفسنا، نعزي كل الصحفيات والصحفيين الذين عرفوك شامخة وقوية تتنفسين هواء المهنة. رحلت نجيبة بعد سنة من تتويجها من قبل نقابة الصحفيين بلقب شخصية العام لحرية التعبير في اليوم العالمي للصحافة. نجيبة الحمروني وإن هزمها المرض فإنه لم يتمكن من إخفاء صوت حر دعا الصحفيين والإعلاميين في 3 مايو المنقضي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتجديد النضال واستمرار المسيرة من أجل افتكاك الحقوق المادية والمعنوية. بهذه الرسالة ختمت الإعلامية الحقوقية مسيرة نضال وبأجمل كلمات الحرية ودعت الحياة. وقد نعى رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي فقيدة الصحافة التونسية نقيبة نجيبة الحمروني وفق بيان نشر على صفحة رسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي. وأبرز قايد سبسي في بيان أن الفقيدة رسمت بنضالها صفحات مضيئة في سبيل إرساء حرية الإعلام والنهوض بالقطاع، وعانقت دون هواد مشاغل الصحفيين المهنية والاجتماعية، متوجها إلى أسرة الفقيدة والعائلة الإعلامية الموسعة بأحر التعازي. كما نعت رئاسة الحكومة الفقيدة مؤكدة أنها كانت أحد أبرز الأصوات الإعلامية الحرة ومناضلة صادقة من أجل النهوض بالصحافة التونسية والدفاع عن شرف المهنة وأخلاقيتها. الهجمات الإلكترونية واختراق المنظومات المعلوماتية ضريبة التطور التكنولوجي وتطور منظومات التواصل الإلكترونية. هذا الموضوع مثل محور ورشة عمل إقليمية بالحمامات حول تقييم فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية من أجل تبسيط المعلومة وتوضيح المفاهيم للمختصين والرأي العام. اختراق المنظومات المعلوماتية بالوطن العربي قضية تشغل مختلف الهياكل والمؤسسات الاتصالية، قضية وضعت للدراسة والبحث بورشة العمل الإقليمية لتقييم فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية. عديد من الإمكانيات المتاحة للتصدي للهجمات الإلكترونية، لكن ما نجموش نحميه 100%، مستحيل. دونك في الطرق فما نقولوا على سبيل المثال هي الديتكشن، هو عمليه الرصد، والا الاوديت، والا ايضا نجم تكون اللي هي الكاباسيتي بيلدينغ او بناء القدرات. والورشه هذه السايبدريل هو يتنزل في واحد من هذه الامكانيات المتاحه. موضوع لاهميته اوجب تبسيط المفاهيم والمسميات، فكان ضروريا تحليل مفهوم الطوارئ المعلوماتيه التي بوابها الخبراء الى محاور. اول محور فيهم ان احنا بحمايه البنى الاساسيه الحرجه لقطاعات بتاعه الدوله اللي هي في الاتصالات، وحماية البنى الأساسية الحرجة دي بتبقى حمايتها من الهجمات السيبرانية اللي بتنقسم إلى
حمايتها من البرمجيات الخبيثة؟ بديهي أن تكون للهجمات السبرانية آثارها وخيمة على المنظومات والبرمجيات المعلوماتية للدول العربية، مما أوجب ضرورة وجود آليات صد وحماية لهذه المنظومات. في بادرة متميزة يتم تقديم معرض المشاريع التربوية بجابس عكس الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الأطفال، مشاريع في اللغة العربية يقدمها المربون من أجل تثمين مجهود التلميذ لحثه على مزيد الإبداع قبل الانطلاق في إجراء الامتحانات نهاية السنة الدراسية. نظمت دائرة جابس 2 للغة العربية معرضا للمشاريع التربوية. مشاريع تربوية عديدة تم تقديمها في هذا المعرض عكست الطاقات الإبداعية الكامنة لدى التلاميذ والعمل الجاد الذي تقوم به الإطارات التربوية. هذه تظاهرة ثقافية تعيشها دائرة جابس 2 للغة العربية لعرض مشاريع المعلمين التي أنجزوها خلال سنة دراسية كاملة، عدة مشاريع منها ما أنجز في القسم في إطار مشاريع القسم ومنها ما أنجز في النوادي الثقافية. هي مهمة جداً، علاش؟ على خطر احنا نخدموا في إطار مشاريع قسم ونثمن مجهود التلميذ حتى نحثه على الإبداع. المناسبة فرحة للصغار وللكبار، ومربين معناها زادة هي تتويج لأعمالنا، وصغيرات معناها في حاجة ديما باش يتفرهدوا باش يبدلوا جو، خاصة احنا داخلين على الامتحانات. الأجواء التنشيطية التي ميزت هذه التظاهرة وفقراتها المتنوعة جعلت منها حدثا تربويا متميزا. يسرح له التنشيط هاي البرشة فريمون سي اكسيلون صراحة، وان بلوس نحوز ستريس الصغار قبل ما يدخلوا الامتحانات، حاجة هايلة برشة. شاركت بالانشاد مع اصحابي، غنيت بني وطني، اتفاعل معنا الجمهور برشة، وعجبني برشة خاصة الزومبا هذه عجبتني برشة. مدرسة البشير الجزيري كانت سباقة في تنظيم هذه التظاهرة، تظاهرة يراد منها تحقيق الإضافة للقطاع التربوي. ختم النشرة وهذا تذكير بعناوينها. وفاة امرأتين وإصابة ثالثة في انفجار لغم بجبل سمامة ودعوة إلى مزيد تأمين المناطق الحدودية. انتشار مرض الابتن بقفصة يطرح تساؤلات حول تكلفة النمط الغذائي للمصابين بهذا المرض. الساحة الإعلامية تفقد نجيب الحمروني واحدة ممن ظلنا في سبيل حرية الصحافة وتحرير الاستبداد. نشكر حسن متابعتكم، في أمان الله وإلى اللقاء.